مراسل شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها مازن، كنت تحدثنا عن القصف الذي يحدث في هذه الأثناء ويتركز على جنوب العاصمة، تفضل. نعم سهير، حتى اللحظة هناك أكثر من 1000 قذيفة سقطت على بلدات السيدة زينب والذيابية والحسينية وحجيرة، هذه المناطق التي تقع في المنطقة الجنوبية لا تزال تقصف يعني بجميع أنواع القذائف والصواريخ، وبالتزامن مع اشتباكات هي الآن في عدة جبهات، ومنذ قليل تم إعطاب دبابة على جبهة السيدة زينب، والجيش الحر اليوم يعني يقصف حاجز النورة تاميكو في مدخل بلدة المليحة ويحقق إصابات مباشرة، ولا زال تتعرض مدينة يبرود لقصف مدفع عنيف يتم فيه استهداف حي القامعية ومنطقة الفندق، بالإضافة لاشتباكات في بلدة المنصورة ودير سلمان في الغوطة الشرقية على عدة نقاط من البلدة، وتم تدمير نقطة تابعة لحزب الله الإرهابي، وتم قتل جميع من يتواجد كان في هذه النقطة، وأيضا منذ قليل تم تدمير على هذه الجبهة دبابتين وسط اشتباكات هي الأعنف الآن، مع سقوط 5 صواريخ أرض على منطقة الاشتباكات، فيما تشهد المعظمية الآن اشتباكات في محاولة من كتائب الأسد التسلل إلى المدينة. سهير، بالعودة للعاصمة دمشق، يعني صباح اليوم سقطت قذيفتي هاون في حي المالكي وذلك في محيط حديقة تشرين من جهة مسجد سعد بن معاذ، ولم تردنا أنباء عن وقوع إصابات مع هروب سيارات إسعاف لمكان قذائف. نعم سهير، شكرا لك. عبر سكايب مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها.